السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في نوفيل فيديو، مرحبا بكم في لاشين عندي. الا كنت اول مره كتشوفوني، انا ساره، مرحبا بكم في لاشين عندي ساره كنتاوي. اليوم غادي نبارطاجي معكم الشباكيه ديال المعكازات بامتياز، سهله ما فيها لا دليك لا يديك ولا يخليك كما كيقولوا، سهله ديال الخلاط. غادي نديرو كلشي في مولينكس وغادي يتقاد لينا. الحمد لله على هذا، يعني هذا الجديد اللي ولا كلشي ولا سهل. المهم البنات، بلا ما نطول عليكم، ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. غادي نبارطاجي معكم ايضا حتى العسل اللي هو وجدته في الدار واللي هو نيت اللي درتو للشباكيه، باش كلشي توجدوه في داركم، ما كاينلاش تشريو ولا تعدو. هنا البنات غادي نشدو قلب ديال السكر في اطرو ديال الماء، يعني عبروا، يعني قلب ديال السكر في اطرو ديال الماء، ما تزيدوا ما تنقصوا. فصافي هنا البنات شديتو درت ليه الماء، يعني الماء اللي هو عادي، خليته حتى الغد ليه، يعني هذاك غد ليه، وزدت ليه القرفه وزدت ليه الحامض. الحامض تقدر تزيدو قد ما بغيتو، انا زدت ليه مازال من بعد طرف واحد اخر. كما كتشوفوا في الكوكوت راه ولا صافي، يعني ما بقوش الحبيبات، ما بقوش حبيبات ديال السكر هكا. فصافي شديتو حركتو، يعني كما قلت لكم خليتو ليله، يعني البارح بالليل خلط السكر والماء، وغد ليه راه طيبتو. يعني هو فاش غادي نطيب، غادي نشعلو ليه على نار مهيله وغادي نخليه حتى الغد ليه، يعني حتى ماشي غد ليه، عفوا البنات، حتى يتبربر، يعني حتى يطلع فيه ديك بحال هكا كما كتشوفوا، يعني حتى يطلع. عاد غادي نزيدوا ليه هاد المكونات، يعني غادي نزيدوا ليبتون النيكرو، غادي نزيدوا وحيده، يعني وغادي نزيدوا كموسه اللي غادي تكون فيها ازوكني اللي هو نسيتو البنات شنو سميتو. المهم البنات اللي هو الزعتر اللي فكرنا في الشهاده. صافي، ومن بعد غادي نسدو عليه الساعه ديال المكنه من بعد ما تصفر، يعني كما كتشوفوا ولا على هذا الشكل. غادي نسدو عليه الساعه ديال المكنه كما قلت لكم بعد ما تصفر، ونار مهيله، يعني الشميعه تكون نار مهيله، وحاولي ما تكونش حاجه اللي هي كتلصق باش ما يتحرقش لكم، لان الا من بعد راه غيولي لكم كراميل. فصافي البنات، هنا كنوريكم بانه يعني صدق ولا زوين. الا كنتي كتهزيه وكيتكب خيط نيشان، فراه العسل ديالك راه مزيان، ما غاديش يكون على هاد القوام البنات، غادي يكون ثقيل على هكا غير دابا حيت باقي سخون، مازال ما شد فراسو، عاد غيولي كيف يعني حنا بغيناه باش يكون. فهنا غادي ندوزو للمقادير ديال الشباكيه. غادي نحتاجو المسكه الحره، يعني واحد شويه ديال المسكه الحره. غادي نحتاجو حبه حلاوه، انا عندي 4 ديال المعالق ديال حبه حلاوه. عندي القرفه غادي نحتاجو فيها غير جوج معلقات، كنهضر على معلقات كبار البنات، هنايا النافع حتى هو. غادي نحتاجو قبيصه ديال الملح، يعني غير شي شويه. غادي نحتاجو الكاس ديال اللوز اللي هو مقلي ومطحون. غادي نحتاجو كاس ديال الزنجلان اللي حتى هو مطحون، يعني كما كتشوفوا. غادي نحتاجو كاس ديال الزيت اللي هو نصو زيت عاديه، والنص الاخر زيت بلديه. غادي نحتاجو كاس قل شويه ديال الزبده اللي هي حيوانيه البنات، حيوانيه عندكم ديروا المارغارين، ديروا زبده اللي هي حيوانيه، يعني زبده ديال العبار. غادي نحتاجو الدويمه، يعني الدويمه ديال الزعفران الا كاينه عندكم باش انكم ديروها تعطيكم اللون. غادي نحتاجو صفر بيضه، وغادي نحتاجو جوج كيسان ديال الماء الزهر، يعني ديك القريعه اللي هي صغيره كتشرى كامله. غادي نزيد ليها شويه ديال الزعفران اللي هو حر كما كتشوفوا، راه خويتو فيه بهذيك الطريقه باش يطلق فيه. صافي، وهنا قبل ما ننسى نص كاس ديال الخل. صافي، غادي نجيبو الخلاط ديالنا، هو فاش غادي نديرو هاد المكونات ديالنا. غادي نخلطو فيه تقريبا كلشي. هنا جيت باش نوريكم، ساعة نسيت انني خصني نشرح لكم. هنا شديت الكميه قسمتها على جوج، عفوا، وخويت النص في الخلاط، والنص الاخر خويته في كاس اللي غادي نخليه في الاخير، اللي غادي نحتاجو يعني باش نجمع به.
هنايا غادي نزيدو كلشي المكونات الا البيضه. نورمالمون ما كتزادش، ولكن هنا زربت وخويتها ورغم ذلك راه ما بدلات حتى شي حاجه. هنا ما تنساوش حتى ديك الضويمه. الزعفران راه كتحيدو دوك الشعرات، يعني ما كتخليوهش فيه. صافي، هنا كطحنوا كلشي في مولينكس كما كتشوفوا حتى كيولي على هذا الشكل. صافي، كنخويو الخليط ديالنا على الدقيق كما كتشوفوا. هنا درت كيلو، يعني كيلو ديال الدقيق اللي درت. صافي، هنا كررت هذيك يعني مولينكس داكشي اللي بقى فيه، ما نخلي فيه حتى شي حاجه، حيت تعذبت بزاف باش طيبتو، غادي نحيدو كامل. المهم صافي البنات، غادي نبقاو كنجمعو في هذا الخير هذا. قبل ما نجمعو غادي نزيدو نص باكية ديال الخميرة ديال الحلوة، يعني اللي هي فيها 8 غرام ديرو 4 غرام، وغادي نحتاجو معلقة ديال الخميرة يعني الفورية، الخميرة ديال العجين. غادي درتها في شوية ديال الماء غير باش ذوبتها وصافي. صافي، هنا غادي نبدا تنجمع في العجينة ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي، غير كتجمعوها وكتقادوها، يعني من كتجمعوها مع بعضياتها، يعني ما فيها لا دليك ما فيها لا تمر لا والو. هنا فين غادي تحتاجوا هذاك المزهر اللي قلت لكم، باش الا جاب الله، لان الدقيق على حساب واش كيشرب مسكين الله يعفو عليه ولا لا. الا كان كيشرب راه غادي تخصكم كميه واحده يعني اكثر ديال 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 المزهر. سينو جمعوا، الا ما قلتكم جمعوا غير بالماء البنات، راه ماشي مشكل. صافي، وبقيت كنجمع في هذيك العجينه ديالي تبارك الله، حتى رديتها يعني تجمعتها مزيان، خليتها متجانسه كما كتشوفوا. هنا بديت كندلك فيها شي شويه، غير شي شويه. انا صراحه يعني الا ما بغيتوش تقدروا بلاش، ولكن من الاحسن الا دلكتوها راه غادي يعني غادي تجيكم احسن. صافي، هنا غير قديتها باش نحاول نقطع فيها دوك الطريفات اللي انايا بغيت، يعني الشكل اللي انا بغيت يكون فيه. صافي، وكما كتشوفوا جبت هذه القطعه هذه اللي هي ديال الحلوه، ولكن ديال العجينه، ولكن هذه جاتها واعره، يعني جاتها العجينه شويه قاسحه على العاديه. فكما كتعرفوا راه العجينه ما كتجي لا قاسحه ما كتجي رطبه، ما كتجيش يعني رطبه بزاف وما كتجيش قاسحه بزاف. صافي، هنا بديت كنكورها كما كتشوفوا، غير كندوزها بين يديا بحال هذا الشكل. يعني كندير كويرات، كنحاول انني زعما نديرهم نفس القد. صافي، كما كتشوفوا بحال هكا، حتى كنسالي هذيك الكميه كامله اللي عندي. فكانت هذه هي الكميه كامله اللي خرجت لي العجينه، يعني ما نقص منها حتى شي حاجه. صافي البنات، وراه كنديروا في بلاستيك غذائي كما كتشوفوا بحال هكا، كنديروا في السلوفان، وعاد من فوق درت ليه ميكا، يعني ميكا اللي هي بيضه، غطيتها به، لان الا مشات ضربتها الريح ضربها الريح وانتم خدامين راه مشات ليكم هذيك العجينه بحال شي ما درناه. صافي، كنشدو كنبداو كندلكو هذيك العجينه كما كتشوفوا. انا شديت هذاك الطريف، يعني كتبداو ديما داك الاولاني اللي حطيته هو اللي كتجبدوه في الاول، يعني يبدا تخدموا به. صافي، كنتنيها على جوج يعني بحال هكا كما كتشوفوا، كنحاول نديرها على طول وكنعاود كندلكها. الا كانت عندكم الماكينه راه غيكون احسن وغادي يكون اسهل ليكم، الا ما كانش فراه الطريقه حتى هي راه مزيانه. هنا حتى الفوكس مارت مالو بقى كيمشي وكيجي. حاولوا انكم تغطيوها البنات كما قلت لكم، ما تخليوهاش عريانه كيضرب فيها البرد. صافي، هنا عاوتاني نفس الطريقه، يعني كنبقاو كندلكو ما كديروهاش غليظه بزاف وما كديروهاش رقيقه بزاف، يعني بدات تقطع لينا، وما نديروش عاوتاني غليظه، لانه واخا كيفاش كتلوحوها في الزيت البنت راه كتنفخ، يعني الا كانت غليظه راه غيبان فيها بلي شبعانه. المهم، كنتمنى البنات انكم يعني تدعموني وتبارطاجيو لا فيديو الا كانت عجبتكم بيان سور، ولا عجبكم الكونتوني ديالي دخلوا لاشين طلا لي فيديو طلا مي درا طلا الشهيوات. الله يرزق غير الصحه والسلامه. كنظن ان يعني الطريقه يعني باينه لكم كما كتشوفوا، يعني كندير ليها تقريبا بحال المسمن كما كتشوفوا، يعني مسمن فاش كتبغيو ديروه راه كديروا لي ديك التنيه بحال هكاك وكتعاودوا تجمعوه.
صافي حتى انستغرام البنات اللي ما كنتوش داخلين عندي مرحبا بكم. الانستغرام ديالي هو ساره تيري بالويت كنتاوي، كنبارطاجي فيه حويجات اللي هما مختلفين على يوتيوب، بريسات اللي مشينا ليهم بالنسبه للناس اللي هما كاينين هنا في اكادير، لي بون بلون، الحويجات اللي مزيانين اللي تقدروا تمشيو ليهم، الاثمنه. المهم كنحاول نبارطاجي معكم كلشي. هنا كما كتشوفوش ديت داك الطرف وعاود تقطعته، كندلكو شي شويه وكما كتشوفوا كنزيد كندلكو مزيان. انا حاطه حدايا الموس، قولوا عندي الذبيحه. المهم كنبدا كندلك مزيان البنات حتى كتولي لي يعني كتولي لي مسرحه مزيان، يعني واحد السمك ما يكونش غليظ بزاف، يعني باش ما تجيكم كما قلت لكم ما تجيكمش غليظه. هنا شديت هذه الاداه هذه اللي كتباع، جربتها غير هي الديفو ديالها البنات كتبغي الجهد، يعني خصكم يعني تكونوا نتوما فوق منها وكتدفعوا والجهد هو اللي ما كاينش. حنا كلشي باغيين داكشي اللي يكون ساهل ما فيه ما يدار. وحتى لهاد اللعيبه هذه جاتني شويه، هي زوينه انها كتقطع كلشي وكتصايبو، ولكن جاتني ماشي يعني ماشي ماضيه. راه كاينين ديال الميتال البنات، الا لقيتو ديال الميتال خذوهم، راه كان بيناتهم الفرق تقريبا غير شي 5 ديال الدراهم. عفوا، ولكن قلت باللي راه هادي زعما غادي تكون قضيه غراض، ولكن الاخرى غادي تكون احسن لان الاخرى غادي تكون ماضيه. هنا كنحاول انني هنا نسيت واش كنصور لكم بعدا، نسيت بقيت كنشبك غير مع راسي بوحدي، ما كنوريكمش ومبلاش مع الكاميرا يعني باش تبان لكم مزيان شنو كندير. انا مع شحال هادي ما شبكت، يلا كنتفكر شحال هادي ما شبكت، كنتفكروا الذكريات ايامات فاش كنا كتكون كديروا الشبكيه وكتمشيو كتجمعوا عند شي جاره، وديك الجاره هي وكتجمعوا فيها الجيران كاملين وكديروا 10 كيلو ديال الشبكيه وكتجي للدار واكله الشبكيه العشيه الليل كامل هو دار كرشك واكله الشبكيه سخونه. المهم البنات هنايا جبت الجراره حتى هي، ما تديوش على الصوت ديالي راه جاني بحال الا ضرني شويه راسي، ولكن قلت ضروري نبارطاجي معكم هذا الفيديو لان ما بقى والو رمضان. يلاه يلاه بنادم غيقاد ويصيب باش يخلي شويه للدين وشويه لراسو، يعني يكون هنا اتساع الله يحسن العوان كل واحد وشنو عنده. هنا جبت الجراره وبديت كندير ثلاثه وكنضرب السطر، ثلاثه وكنضرب السطر، صافي كما كتشوفوا غادي يخرجوا ليا يعني ربعه ديال الخطوطه اللي غادي نشبك. غادي نوريكم واحد الفيديو اللي هي قريبه باش نوريكم التشبيكه بالضبط كيفاش كتجي ساهله. كونسيبت واحد اللي فيها انكم كتهزوا وحده تنقزوا الاخرى، تهزوا وحده تنقزوا الاخرى، الله يجعل لكم فيها سته، ديروا نفس الطريقه راه كتجي. هذيك القطعه اللي كنت درت معكم البنات يعني اللي درت معكم يعني دابا هاد الخضره راه كتخرج شباكيه صغيره كما كتشوفوا هنا، كنهز وحده كننقز الثانيه وديك الثانيه والرابعه كنجمعهم، يعني كنجمع بحال هكا. هنا راني كنشوف في الكاميرا باغي نشوف واش كنصور وبغيت نقاد لكم داكشي علاش كيبان لكم يدي ماشي زربانه. صافي كتجمعوا لي دوك الجنيبات ديالها بحال هكا، صافي ها هي تشبكات لينا الشباكيه ديالنا. صافي غادي نعاود حتى هذه معكم، يعني الاولى مع الثالثه والثانيه مع الرابعه، كنظن انها واضحه وتبارك الله البنات راه ما كنظنش انا شي وحده زعما ما كتعرفش تشبك، وحتى اللي ما كتعرفش تشبك راه غادي تجربها غير مره واحده راه غادي تعرف ليها لانها ساهله، واحد البروسيس اللي هو كيتعاود بحال الخدمه كتبقاي تعاوديها كل نهار. هذا ما كان البنات. صافي بقيت حتى كملت هذيك الكميه، هذه الكميه اللي بارطاجيت معكم ماشي غير هي اللي كاينه، يعني كانت معايا ماما الله يحفظها ليا، كانت معايا معاونهني حتى هي في الكوزينه. بمناسبه نيت ما غدا ان شاء الله هو عيد المراه، كنقول لكاع العيالات غنقول لهم عيد ميلاد سعيد. الله يحفظهم ان شاء الله لوليداتهم ولعائلاتهم، وان شاء الله مزيد من النجاح وتحققوا ان شاء الله كاع داكشي اللي بغيتو،
وان شاء الله راه حنا مآمنين راه كل شيء غادي ان شاء الله لقدام والوقت ولات كتبدل ولا كل شيء مزيان ان شاء الله. الله يوصلنا ان شاء الله كما قلت لكم غير رمضان ان شاء الله نكونوا لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله وندوزوا رمضان ديالنا على خير وكل شيء يدوز على خير. الصلاه ديالنا ان شاء الله تكون مقبوله وهذا العام ان شاء الله راه كاينين التراويح في, في 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 الجامع يعني من بعد عامين ما حنا ما مشيناش وما احوجنا اننا نمشيو ليه صراحه. توحشنا هذيك داك النهار وكل شيء دازوا عندنا دوك العوام يعني بلا ما ليهم حتى شي معنى يعني رمضان بلا تراويح راه ما كاينش داك الجو ديال رمضان ومسدود عليك في الدار وكل شيء. هنا كنوريكم الاشكال حيت كاينين معنا كاين معنا المبتدئين كيتعلموا وراء الكواليس منهم نيت انايا. المهم صافي وكنبقى كنقاد تكملت هذاك البلاطو. هنا راني فاش بدلت القطاعه راه القطاعه جبت الاخرى اللي هي كبيره يعني ديال الشبكيه اللي هي كبيره. من الاحسن انكم تاخذوا ديال الشبكيه اللي هي كبيره حيت كتجي الشبكيه فيها ليها المعنى. هذيك غتاكلي جوج شبكيات غتنوضي الاخرى راه هي هذيك يعني كما درتي وهذاك. المهم كل واحد وشنو كيحب الاذواق لا تناقش. كاين اللي كيبغيها صغيره كاين اللي كيبغي شبكيه كبيره كل واحد وشنو اشنو كيدير وشنو كيتكاليه في الدار وشنو كيبغيو الوليدات ديالو والعائله ديالو الصغيره والكبير. فكما قلت لكم البنات الله يوصلنا ان شاء الله لرمضان يا ربي يا ربي نقدروا غير يعني نديروا كل شيء داكشي اللي علينا نصليو التراويح ديالنا كيف ما خصو يكون ونصوموا رمضان ديالنا كيف ما خصو يكون ونعيدوا ان شاء الله ونشوفوا العائله هذا العام ودوك يرجعوا هذوك الاجواء كما كانوا وديك الفرحه كما كانت من شحال هذه. واللي مات الله يرحمه اللي باقي مازال حي الله يطول ليه في العمر. حتى دوك اللي ماتوا راه حنا ما نسيناهمش. بزاف ديال الناس اللي هما فقدتهم في كورونا ما نسيتهمش كاع البتة كاع البنات. كنتمنى انكم في هذا الفيديو ترحموا على كاع الناس اللي هما ماتوا كاين اللي فقد والديه كاين اللي فقد الاعمام ديالو الخالات. المهم كل واحد شنو فقد العزاء كيبقى واحد. فالبنات المهم بلا ما نبدل لكم لا فيديو لان عينيت غرغرو في الدموع فاش بديت كنهضر على هذا الموضوع. المهم انا غادي ندوزو للشبكيه ديالنا في القلي. غادي تهزو الزيت غادي تلوحوا فيها وحيده الا طلعت لكم الفوق راه الشبكيه ديالكم راها يعني راها وصلت راها الزيت راها سخونه عفوا. صافي وغادي نبدا كنلوح الشبكيه ديالي. حاولوا انكم تلوحوها كلها في دقه واحده باش طيب لكم طيب لكم في بشكل واحد يعني في نفس الوقت ماشي تحمر لكم جهه وتجلس لكم جهه ما طايباش. فصافي كنبقى كنقلب كنقلب هكا بالفرشيط كتعاوني شي شويه الا كانت عندكم هاد بالله النشاط الراجل اللي كيطيبوا فيها المقله وكانت فيها هاد الشبكه. فحاولوا انكم تستعملوها راه كتعاون كتخلي الشبكيه كتهزيها حتى كتقلبيها على خاطرك. صافي هنا ملي كطيب النيشان كنحطها في العسل ديال سوبر نحيله اللي صايبت. صافي وكنحاول اني نغطس فيه كل شيء ديك الشبكيه فيها بحال هكا. وانا كنطيب وانا كنغطس في الشباكيه كما كتشوفوا في الجنب حدا الجميله راني حاطه الكسكاس اللي هو كنهز فيه كنهز هذاك ديك الشباكيه وكنحطها في الكسكاس ديالي الفوق كنحطها في الكسكاس ديالي الفوق باش تسقطر ليا باش نيت ما تعرفتو نيت باش ما توسخوش نيت الدنيا. وصافي هنا كنبقى حتى كنكمل هاد الكميه اللي هي عندي كما كتشوفوا. صافي بديت كنحط هنا في الكسكاس صافي حتى نسالي ان شاء الله كل شيء داكشي اللي عندي وبصحتكم هاد الشبكيه ان شاء الله. الا جربتوها ما تنساوش انكم تبارطاجيوها معايا في انستغرام راه كنجاوب على كاع الاسئله ديالكم على كاع لي كيسيون ديالكم وكاع اللي صيفط لي شي ميساج راني كنحاول انني نجاوبهم كاملين وما نخلي حتى شي واحد واخا تكون غير ايموجي. فصافي البنات هنا تقريبا بقات لي يمكن شي جوج لوحات باش نسالي هنا غير حيت عندي المقيله شويه صغيره داكشي علاش
ما زربناش ما فاش كتكون فاش كتكون يعني جماعة بزاف اغلبيه كديروا الريشو ولا شي بلاصه اللي شي حاجه اللي هي كبيره فاش تطيبوا. فصافي البنات ما كنحمرهاش انا كما كتشوفوا ما كنحمرهاش بزاف، كنخليها يعني غير كي ما كنخليهاش تحرق، كنزيد لها غير شي شويه كما كتشوفوا، واخا كنظن ان زعما لا فيديو ما غاديش تبين اللون ديالها الحقيقي. صافي هنا بقيت حتى كملت داك البلاطو. كما ما تنساوش البنات انكم تغطيوه يعني باش يكون تبقى لكم هذيك العجينه ديالكم. عرفت مالي في هذا الفيديو كاع سميتو كاع المفردات اللي مشاو ليا غير من بعد ما هضرت على الموت وكل شيء مشاو ليا المفردات. المهم البنات كما قلت لكم الا جربتوه بارطاجيوه معايا، بارطاجيوه معايا في يوتيوب، بارطاجيوه معايا نيت في يوتيوب، في انستغرام مرحبا بكم. انستغرام راه كنبارطاجي فيه حويجات اللي هما كما قلت لكم مختلفين، حتى تيك توك عندي حتى هو كنبارطاجي فيه حويجات اللي هو زويونين. هنا البنات وريتكم واحد الطريقه باش ديروا الجنجل باش بلاها ما تسخوا يديكم، حيت اغلبيه كتوسخي يعني كتشدي قرعه كتقبيها وكديري فيها جنجلان. انا هذه اللي كانت متوفره عندي فاستعملتها. صافي بقيت كتشوف كتبداي ترشوا بحال هكا كتجيكم ساهله وسختو فاش انا هذيك كتوسخي يديك لان كتهزي الشباكيه وتحطيها ويديك عامره بالعسل المهم كتكوني مرونه. داكشي علاش هاد الطريقه هادي زوينه، كتبقى غير القريعه بوحدها هي اللي فيها كتمسحوها صافي وكتكون مزيانه. كنظن كنتمنى ان زعما هاد لاستيس تكون يعني عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم وفادتكم زغتو انها فادتكم. فصافي هنا الشباكيه ديالي اللي في العسل، هنا هذه اللي كتستقطر وهذه هنايا اللي كطيب. فكانت هذه الشباكيه ديالنا البنات مني طابت وسالات كما قلت لكم كيلو كيخرج لكم تبارك الله 3 كيلو. فجات على هذا الشكل، شوفوا لي المنظر ديالها رائع البنات وحق الله زعما كاول زعما تجربه انني عجنت هادو زاد راه ما جات لا مذاق لا شكل، جات زوينه يعني البنات غير زعمو اللي خايفه واللي ما بغياش ديرها غير تنوض زعم راه سهله. هذه ديالي انا درت فيها اللوز ما كيعجبنيش بزاف الجنجلان فهذه درتها غير لراسي انا بوحدي حيت الاخرى كتجيني صراحه فيها داك الجنجلان ما كنبغيش بزاف كما كتشوفوني تاع درا ما كثرتش ليه باش ما يجينيش الجنجلان بالشباكيه هنا غادي نوريكم حتى العسل ديالي يعني من بعد ما تصايب تشوفوا كيفاش جا. المهم راني حاولت نصور لكم رغم ان زعما الاضاءه ما عاونتنيش بزاف باش نبين اللون اللي هو حقيقي ديالها. صافي هنايا البنات وريتكم العسل ولا كنوريكم العسل اللي هو هذا، شوفوا لي القوام ديالو كيفاش كيجي. شوف تقولوا نحل عندكم في الدار صافي كما كتشوفوا راه زوين، جربوا الا كنتو بغيتو ديروه يعني كاين اللي كيديروا عسل نيس اللي بغيتو ديروه مع المسمن، بغيتو ديروه مع حويجات اخرين تعمرو به بزاف ديال الحويجه البنات، ديروا حتى لدوك الحويجات اللي هما المعسلات ديال رمضان. المهم اي حاجه كتبغي هذا كيخرج كميه اللي هي وفيره يعني قالب ديال السكر يخرج لك قد هكا راه ولا احسن ولا اروع. هنا غادي نبارطاجي معكم واحد طريف ديال الشباكيه، المهم الا بان لكم شي شكل ماشي هو هذا كما قلت لكم راه كاينين معنا اللي يلاه كيتعلموا كاينين معنا اللي يلاه كي خلف الكواليس كيتعلموا. هنا شوفوا لي والله الا المذاق ديالها جا زوين وما قلتش غادي تجي زعما ب عرفتي تبارك الله عليا وخلاص ما عندي ما نقول زعما ما عندي ما نقول طيح كتر من نيض ولا الله يتسخفان في مي يتحرك صافي هنا كما كتشوفوا راه عاوتاني كناكل شحال كليت عاوتاني في هاد الشباكيه. هذه اللي كنت درت باللوز، هذه اللي كنت دايره باللوز. فالبنات كنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم، حتى لهنا غادي نخليكم وخليت لكم الراحه. الله يوصلنا ان شاء الله رمضان. الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.